دفاع الفريقين أعتقد أنهم يستحقون الثناء كثيرا على ما قدموه هؤلاء النجوم أو هذه الصخور إذا صح التعبير. شيء رائع أن نكون جزء من مباراة مثل هذه بالتأكيد. ليلة كانت غير عادية، مباراة كبيرة. شكرا للاعبين على ما قدموه من أداء في مباراة اليوم. بالتأكيد أنني سعيد بالتعليق عليها، وبالتأكيد أن الكثير مما تابعوها سعداء بحضور مثل هذه المباريات. بعد أن انتهت مباراة الليلة نشكركم على حسن المتابعة، على أمل أن نلتقيكم في مباريات القادمة. شكرا لكم على المتابعة والحضور سيداتي وسادتي، وإلى اللقاء.